معلوم فهمتهم وقلت لهم لي راكي عيانه وتعبانه بالبزاف. السيارة عجبتهم. معلوم عجبتهم والسيارة عملهم باطة مليحة ولونها بحشية، تقولي كادو جا من الخارج. خسارة اللي ما وريته باليش. والدراهم اللي عطيتهم لك باش تشري السيارة كفاوك؟ اسمحي لي ما نقدرش، عندي شغل. ها لازم نروح. لا مازال حال، لازم نروح، مازال حال. وانت جيت تدوني نعيش معاكم باش نشبع وترافيق وبتجك، ما تخلونيش وحدي. المكتبة راهي خالية وانتي مازالك هنا. بصح قولي لي، راكي في مطبعة ولا في مكتبة؟ قولي لي انتي يا الشاطرة، حبيت نكتب برية لبابا، كيفاش نبداها؟ أبي العزيز ولا أبي الغائب ولا أبي الحجار ولا أبي ما فهمتش. إكرام وش بيك؟ وش بيا؟ صباح عمل تليفون وزكية عساسة عند التليفون، والمكتب بابا غيره ما على بالناش واش راه يخدم. ايه ما على بالناش به، علاش نعرفوا عنوان دارو باش نعرفوا وين يخدم؟ وزيدوا شحال حتقولي له؟ نشكروا على الزياره الخفيفه وعلى الهديه الرمزيه اللي شراها الجميله. ما تكتبي ما توجعي قلبك. على بالك سلمى كي كنت صغيره وعرفت بابا واش راح يدير في ماما، كتبت رساله لخالي وبلا حتى واحد ما على باله. ايه خالي كان عندك عنوانه، بصح بابا كيفاش حديري باش تبعتي له رساله؟ رسالة خالي عرفت كيفاش نبداها، بديتها بكلمة خالي العزيز. بصح هادي واقيل نقطعها لخاطري، لا بديت بكلمة حنينة بابا ما يستاهلش، ولا بديتها بكلمة قاسية نخاف نندم عليها كاش نهار. كولي وشربي والفراش ما فيه الخير. ايه دي قدر خاطر قتلتلي هذا شحال ما شفتش علي. كولي وشربي دعياي، توقفي على رجلك وتروحي تشوفي على رجلك. بسم الله. خلي انبعت. قولي واش راه يسلم؟ خير يسلمك، هي تسلم عليك، تليفونات لي البارح تسقسي وتعاود تسلمي عليها على مواني. سلمي عليها بزاف. يسلم. ما صبت غير هي اللي نحات لي ضيقة الخاطر، حتى نساتني في بنات وليدي. واش بك ساكتة؟ عوايدك خبر الجيران كامل عندك. هلا صافية جارتي قالت لي رفيق راه يدور مع واحد الجماعة ما تعجبش، وين تكون سرقة يكونوا هما. يسوي السعدة هذه جارتك. رفيق العزيز يتبع البندية. يمه الحق، أنا شوية ما تحبنيش. بصح وليدها من معينيها. شوفي لو كان هاد الجارة تزيد تكذب عليك. لا صافية واش بيك؟ أنا سمعت شي تقتلك ولا عجبتك سيرتو أنا واش دخلني؟ وشنو؟ هادي الغيرة والحسد والكذوبات نتاع هاد الجارة. أنا يا رفيق وليدي كنز ومنا على سنوات، يشوفوا واش يولي. إن شاء الله إن شاء الله. بصح لا بقى مع هاد الجماعة الخلطة تدي هكذا.
حاصلنا صفية، خليت لك الراحة بغي بسلام. شحال غالي هذا؟ 40,000. هذا 50,000. هذا شحال غالي؟ المزيه اللي مازال ما خلاص لهاش، مازال عندها. كلش ولا غالي. بنادم يجبد 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 ما يقدرش. وصبيحه مسكينه كل شهر الطبيب، كل شهر الدواء. يا ربي يا ربي وش فيها يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا سي احمد. رجع. يا رب. ما جيت نصيب سي احمد هذا حتى وليت نسد في العرق. هاو جابك ربي من الصباح وانا نسنى فيك. خير ان شاء الله. هلا لا اعطيني الدراهم باش نروح نشري الدواء لصبيحه قبل ما يغلق الفارماسيان. اي قبل كل شيء روح يدير لنا شويه قهوه. اعطيني الدراهم ونروح نشري الدواء، والقهوه سهله كي نجي نطيبها. الدواء دواء 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 الدواء هذه الطفله عزيزه عليا انايا. انا لو كان الدواء شافيها ندير لها مليون ولا زوج، ماشي خساره فيها. هاني جبت سي احمد يدير لنا شويه عشب مع الدواء، بالك ربي يجيب الشفاء. ولينا تاني العشب. شفتها سي احمد؟ قولها قولها. شوفي يا مدام، هاني جبت لك العشب، جربي وشوفي. هذوك الحشاوش طيبهم وشربهم ليك انت. انا اللي رايحه نرفد كريدي من عند الفارماسيان، ومن بعد كي نروح للمسيسين نخلصهم. شوفي يا لالا، مسيسات 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 مسيسات. انا هذوك لو كان انا بنتي عزيزه عليا، لو كان نعرف اللي دويشه فيها نبيعهم ماشي نرهنهم. انا نروح نقعدوا عند الفارماسيان نرفد الدواء كريدي، وكي نرهن مسيساتين نخلصوا. اسمح لي سي احمد. اسمح يا مدام. كي نجي نطيب لك قهيوه. ان شاء الله. ابقوا على خير. يا خويا مرهنا هبلتني، روح دير لي التيزانه هذيك وانا نشربها لبنتي. وبصح شنو جبت لي؟ انا جبت لك الشيح في التيكون بس. ايوه. جبت لك النعناع. ايوه. وجبت لك الزعتر. صح. وانا جبت لك الزيت اللي قلت لك عليها. بدي الله يسترك الله يفتح عليك. هلا بدي لي تيزانة وانا نروح نخلص الفارماسيان، هذه المرة هبلتني. ودوكا روح جيب لي حتى ثلاثة ولا أربعة قراع تاع الماء باش نلقى لك فيها. بصح سي احمد ما نسقسيك، الماء اللي قعد ثلاثة أيام ولا أربعة ما يخسرش. اسمعي ما يما 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 اسمعي ما يما 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 اسمعي يما يا يما يما يا رب كان على من ستر يا ربي ستر يا ربي حتى التليفون ديالي نسيت واحد ساكت. ما الحمد لله ما تخافيش انا عليه انا وليدك عليه. ديما ما تخافيش انا وليدك عليه. كي تسمعي فيا انا وليدك عليه انا وليدك يا يما. اسمعي لي يا خا انا واش كنت شربي يا خا يا خا قريب قلت لها شباب
يما اللي عاشت في العز والكرامة حتى صبحت في هذه الحالة. يما ما تخافيش، ما تخافيش يما، ذاك نشوف شكون يساعدني ونجي نديك. ما تخافيش يما. جميلة، عاودي حسابي. أنا الحمد لله يا ربي. طاغ في خير الدين، إذا كملنا هكذا غير في عامين، نقدروا نكبروا المحل. الحمد لله. وجهك وجه خير يا جميلة. ولسانك الحلو يجلب كل شابات ورجايز. يصبحوا ينوروا المحل بوجودهم. آمين. دوميرهم هذه المبروكة علينا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله يا ربي. نديروا فيها فيلا طونوبيلة وان شاء الله الكرسي هذاك ما يكونش خاوي، ان شاء الله يكون مزيود معنا في الطاولة. وبدنا نغم هذه المبروك علينا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. مساء الخير عليكم. مساء الخير. شبيكم هبلتوا؟ الباب مفتوح، انتم ما تحسبوا في دراهم. عندك الحق يا خدي الشاطرة. صح، قولي لي وش جابك في هذه الساعة؟ ولا شميتي حتى الدراهم؟ يا ريت هذا المبلغ يكون في حسابي. العين هي العرب صغيرة وقلبك ساكنوا الغيرة والحسد. راكي تشوفي راجلك كيف يهدر عليا. أنا غيورة، أنا حسادة. قالوا عليك صحة يا ربي. وش بك خير الدين هبلت؟ أختك توري لها كل شي تيا، النية هي اللي وصلتك لهاك. على بالكم الشاطرة نتاع خوتنا فريدة. ملي عملها تليفون بابنا العزيز وحكى لها على يماه المسكينة بلي راح تموت وهي تفرفر وحدة. وعلى بالك واش قررت الأستاذة؟ خير إن شاء الله. هاري قررت باللي جدتنا تندفن قدام جدنا. وعلى بالك شكون يروح معاها؟ صح اختي، قولي لي شكون هي. او السي خير الدين. كيفاش؟ عاودي عاودي يا خير الدين. مشي قاعد لهم رايح حساب في دراهمو، فهمتي؟ جميله يلا هين سهلوا. نسيتي والو؟ لا لا ما توصليش غادي نسيت حاجه. ما تخافيش انا معك مليحه. ما تخافيش راك مليحه، ما صار لك والو. صافا ما تخافيش. صبري شويه، صبري خلاص. إكرام نوضي فرشي الدنيا، لو كان درك يجيبوها الناس يجيو يطلوا عليها تعمر علينا الدار. إكرام طفي التلفزيون، يسمعوا الجيران يقولوا بلي رانا فرحانين ولا رانا نشتفوا فيها. هيك على بالهم، احنا ما نحبوها وهي ما تحبنا. إكرام ما تزيدينيش بهمك. الو شكون؟ خير الدين ماتت.
تدوها السبيطار؟ رايحين يغسلوها في السبيطار. ماني فطنت. فريدة جابت لها الطبيب للسبيطار وقالوا لها بلي تقدري تجيبوها. وفاش يجيبوها؟ فاش حبيت يجيبوها؟ لالا فريدة كانت تصيب جيبوها حتى في الطيارة. فاش حبيت يجيبوها؟ أمبيلونس. شوفي اختي مالكم عمرها عمر القطط، وحنا اللي قلنا تهدينا منها. وعلاش يا خالتي؟ خلوها مسكينة تعيش. وعلاش تعيش على روحها بصح تقينا يا عجت؟ وانا ما شفتش البرنامج التلفزيوني. كما كنا نقولوا يبكي الانسان على عميره. شفتي يلا صفية ما رفدوك غير البنات، وانتي ملي نزاده وانتي مورا، وتقولي وليدي مسكين ما جاب غير الحنشات. فريدة مسكينة غير سمعت بك في المامات فرفرت، ولو كان صابت الطير باش تحق لك بالخف. وجميلة مسكينة فرغت لك البيت، وكي على بالها اللي ما تحبيش خير الدين رفدته وراحت. ايه بيت الحمام رجعوها بيت، وراكم تحسدوني عليها. انتوما جيتوا باش تونسوني ولا باش تقسموا لي قلبي؟ البنات اللي ما يرفدوش يمات باباهم لا شي ليق. صفية ما تاخديش على فيفي، حبت تنطقك برك. البنات يحبوك ويعزوك، غير تعيشي لهم وتفرحي بيهم. اللي تحبيها تحضر بين يديك. فيفي طولنا، نخليوها تريح. مازال الحال، اقعدوا ذوقوا، يجوا البنات يطيبوا لكم قهيوة. اسمحي لي يلا صفية ما تغشيش عليا، ابقي على خير. عندك حليجة جبناها لك، تبقي على خير. ربي يجيب الشفاء. زيارة المريض سنة. ايه هادو ما جاوش يزوروني، جاو يستشفاو فيا. يعني كان يكونوا في محنة نروح نشري سلة نتاع الورد ونتخليها. عالسلامة يا سيد الرجال. عليك شماديات؟ اسمعي، ما شفتش واحد الكابان سيتها لهنا البارح؟ ها؟ راك ناوي تسافر؟ ورفيق ما من يقعد؟ رفيق؟ معك انت يا ما من يقعد. علي يا خي على بالك هادي شحال ملي على بالك باللي خت سجية رايحة تتزوج، وانا راني رايحة معاها المليانة. شكون سبق؟ يما ولا خد صديقتك؟ شوف لو كان جيتي تحبيني تاع الصح تجي معايا، ورافقين نخلو عند الجارة. خسارة عليك علي. ليخ على بالك بلي قلبي الكل راه معايا يماك، ومن على يامات نروح نزوروها. وزيد ما تنساش أموالين العروس خلاص حدو الزواج. وعلى بالك واش قالت لي سجيه؟ قالت لي ولا غير في خاطري كانوا رايحين يوخروا العرس بصح لا غير. علي وما تنساش تاني خو سجيه هو اللي كان يعاوننا كل مره كي كان
رفيقي يجلق. وشنو؟ حبيتهم يزعفوا علينا؟ ما نحضروش العرس. علي انت تعاونوا هنا وانا نروح مع العروسه. يخ على بالك انا اللي نلبس لها ونسلف لها سيختي، ومن بعد كي نولوا نروح نشوفوا يماك، ولا سبناها برات يا سيدي نجيبوها لهنا. واش قلت؟ مايا الو، واش راكم لاباس؟ وي ما واش راهي كراي لاباس الحمد لله. اسمعي قولي لها بلي عندي خدمه ما نقدرش نجي. جوزيها لي؟ اه خلي ما كلامك جوزيها ليش. قولي لها برك. ماله بابا ماله، هاني نقول ماني صافيه بلي راك مشغول وما تقدرش تجي. اسمعني رايح انايا كاش ما تسحقوا قولوا لي نجيب لكم. لا ما خصها والو عندنا، رانا مطهليين فيها. بصح راهي متوحشاتك بزاف بزاف ومحروق على رفيق. وين تجي؟ ما على بالكش. مالا يبقى راهي تهلاو في روحكم. ايه صح. شكون اللي عمل التليفون؟ غلطه سوت تساعدهم فارغين شغل. شوفوا ما تحكموش التليفون على خاطر باباك راه وعدني يعيط لي باش يقول لي على قداش يوصل. ياه ماله عندك الصحة علي. ما يقدر لكم يا ربي سبحانه. مال الكابا خلاص؟ خلاص الكابا تبحرت الكابا. وجدتك تفعل واش كاين؟ واش طيبتي؟ دا شريتيه ولا كيف؟ اهلا. ما تقلقوش تمتم وجب حالكم. صح يعطيك الصحة. ولا هذاك المشكل هذاك ما صبتلوش كيفاش؟ لا سي با زافا بروبليم نورمالمون يتريكلا سي با ان شاء الله يعني ربي صحة. ياك بنينة كي الهضرة لا ماشي بنينة راني ما خلصش. تلقاش اختها كاع في البلاد. صح شنو خصكم هذي صوي زيد نقل عامة ماذا بك. صح يعطيك الصحة. مالا واش كمل واش راك شايف فيها انت؟ رسطون يرحم والديك عرضتك الفطور ماشي باش تهبلني. علاه؟ اسمع إذا أنت صاحبي تاع الصح يلزم عليك تعاوني. أما لا على حسابك أنت لازم ندير إعلان في الجريدة. بركا ما تمسخر، أنت راك وليد بلاد وتعرف الناس. ماشي كيما أنا غريب وبراني. أيا كل بركا ما تمسخر بيا. مساء الخير عليكم. مساء الخير. سلمى وصلت؟ مازال ما وصلتش. دور كنت. جوزي. ها هو المبات. صح. ما تحتاجوا نجيب لكم؟ لا كثر خير. هاي بصحتكم. الله يسلمك. اسمع غاول باش نروحو. بخير عليكم مبلاش. انا راني جعانه مزيه لي خير بنت صغير ديالي هبل. جوزي طفي اللي حكيت لك عليها. واش مطفي هنا؟ سلمى واش راكي لاباس؟ بخير. نقدم لك رسطون حبيبي جديد. نقدم لك سلمى اخت مولات المحل. تشرفين سميره. نقدم لك صديقتي سميره. متشرفين. نقدم لك حبيبي رستم. متشرفين. رستم هيا نروحوا الوقت. مش قلقك مازال نزيدو نشربوا حاجه وروح. اتفضلوا تريحوا معنا. جوزي
يا اخي مكتوب يا اخي، هذا شحال انت تهضر لي عليها، هاي قدامك.